السلام عليكم يا شباب ورحمة الله وبركاته، معكم حسين من قناة كاسر، ورجعناكم في فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم معلومات او سلسلة يعني هي جديدة بالقناة، ان شاء الله راح تنال اعجابكم، وهي اكيد راح تنال اعجابكم لان سلسلة يعني كوميدية، يعني هو احنا محتاجها حتى نطلع من الضوجة. بعدني ما مختار اسمها، بس يعني اذا لقيت اعتقد راح نسميها معلومات تحشيشية، واذا عندكم اسم ضيفوا لي بالكومنتات فانا راح استمر بهذا الاسم. فيبقى قبل ما نبدا طقنا بحلى لايك، واللي ما مشترك يشترك وفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد من قناة كاستر. قربنا لل 150 مشترك، بقالنا بس 20 مشترك. يلا بسرعة فزعوا ابطال، فزعونا يلا. فنقول له ليتس جو المعلومات. نبدي المعلومة الأولى، أن تقول أن الخنزير هو الكائن الوحيد الذي لا يستطيع النظر إلى السماء. ليش؟ ما أدري. فيعني خاف يقول لك شفت خنزير يبول لفوق، قبل حضر لك راجدي قف أبوجا. قال الخنزير الحيوان الوحيد اللي ما يقدر يباوع للسماء، وليش؟ لحد يسألني. المعلومة الثانية، صانع المخدرات أو صانع الخمر هو صانع الخمر مات موتة مضحكة، فكان يريد أن يفتح خزينته فركلها برجله فانقطع إصبعه وأصابه التهاب في إصبعه ومات. أعتقد العينتين كان مطوخ هنا، لأن وينك واحد يفتح خزينة كلها حديد برجله؟ فيب كان هو يعني مطوخ بالشرب وهاي. اوكي، بيل جيكس هذا العالم كان يلقي محاضرة عن خطورة البعوض وكيف ينقل امراض قاتلة. فبعد انتهاء المحاضرة فتح علبة مليئة بالبعوض نحو الحضور. دي الله بالله، يعني اتصلك ساعة جاي تخرط وتقول البعوض وما شنو، دير بالكم واحذر، واخر شي توجه عليهم علبة مليئة بالبعوض. الله عالم حلو. لو استنشقت حبة البازلاء يعني مثلا شميتها ودخلت في رئتك، ممكن أن تكون أن تنمو هذه الحبة من حبة إلى نبتة في داخل جسمك. يعني تقدر مثلا بمكان ما تقول أنا حامل، تقدر تقول أنا حامل بنبتة بازلاء، على الأقل الفاصوليا شبيها، ها شبيها بيها، على الاقل احسن من هذا اخر شيء يطلع الراس مربع واثول. على الاقل هاي تفيدك حبيبي، شو قد ما تريد زوع وكل. اوكي نروح للمعلومات. هو الصياح البط هو الوحيد الذي ليس له صدى، والحد الان علماء العالم مندهشين الهاية المعلومة وما حد لقى السبب لحد الآن. فيعني خاف يقول لك اسمع صوت صياح صدى البط، فقل له قبل ديسلايك بوي ماكو هيجي. يلا فنروح للمعلومة ما أدري. صانع الهاتف لم يتصل هاتفيا مطلقا بزوجته وامه لانه كان يعانون مرض الصم. يعني تخيل يعني هم ها بس هم كانوا عندهم تليفونات، يعني شو تسوون بالتليفونات اذا انتم بكم مرض الصم؟ يعني وات. اوكي روح للمعلومه اللي وراها. والله تحشيش. اكو عالم، هنالك عالم اسمه فال باترسون قبل موته بدقائق بمرض السرطان كتب في وصيته التالي: أنا لست عالما ولا أمتلك أي شهادة، لقد خدعتكم طول 15 سنة. يعني كانوا يكذب علينا العيلتين، أصلا ما عنده شهادة أول ابتدائي خويا، يعني ها كان يكذب علينا. يعني دير بالكم من على ما هالوقت، قل له حبيبي طلع لي شهادتك نصدق، مو مثل هذا العالم كذب علينا 15 سنة. اسمه بال باترسون، بال يبو هو اصلا اسمه خرطي، ترى ايش عبالك عنده شهادة. اوكي نروح للمعلومة ما ادري قد.
دراسة بريطانية أثبتت أن صفع المرأة يقيها من التجاعيد والشيخوخة المبكرة. يعني إذا أنت أبوك أو زوجك حمسك راجي لا تقول أنا وزعلين وسوين دراما وتروحين البيت ليش، هاي دور مصلحتك على مود لا يصير بيك شيخوخة. يلا بعد شي تريدين، حتى إحنا نهتم بيك بس تن ما تدرسين، يعني استغفر الله هذا الجيل، يعني يضربك على مود مصلحتك. والدراسة البريطانية أثبتت، أوكي؟ يلا لا تزعلن انه تروحن سوين حركات مال بنات انديات، اوكي؟ من المستحيل ان يعطس الانسان وهو نايم، يعني خاف يقول لك والله انا كنت نايم وعطست وفزيت، يعني قال سيت داون بوي ماكو احد، ولا احد يجي يقول لي انا عطست، اخويا نايم يعني يجي نايم يعني من صدق نايم، مو مغمض عيونك لو استوقفت وعطست، هاي طبعا تعطس وانت اصلا بعدك ما نايم، لا اخويا يجي يكون نايم وما يصير تعطس. اوكي، كمية الدهون الموجودة داخل جسم الانسان كافية لعمل 7 قطع صابون، يعني اخويا بمكان ما يقول لك روح جيب لنا بلف صابون، اخويا تشحمك بيه 7 شحم، هذا يعني معناته احب اوجه رسالة لابو جبار، حبيبي لا تاكل لحم، يابا صار بكرشة كمية الدهون تقدر تسوي 7 صابونات، يعني كافي يعني. هاي شوفوا، هاي وحدة، هاي 2، هاي 3، لا هاي نفس، هاي 1 2 3 4 5 6 7 7 صابونات، اوكي يعني لا تظل افرد خوية، ولا هو اصلا اكل العراق كله بي تريد دولما وتريد وبالبرياني اوكي روح المعلومة الثانية، ما علينا بالاكل، جبناها على كل. كليوباترا كانت تستعمل أحمر شفاه من نوع خاص مصنوع من مزيج من النمل المطحون وخنافس ذات لون أحمر قرمزي. وإحنا عين هسه بنات الوقت تقول لها أريد يعني أبو 5، هاي عين شوفوا بيبيات شلون كانوا يسوون الحمرة نمل وخنافس، هسه الطهية إيه شنو هاي، والله يعني الله يرحم بيبيات شلون كانوا يحطن حمرة. دماغ الإنسان يواجه صعوبة في النظر إلى اللونين الأحمر والأزرق عندما يكونان معا بجانب بعض في كلمة واحدة، يعني سايق باص ما تحداك تضل تباوع عليها 10 ثواني، إذا ما تصير أحول ما أدري ليش، هذا العقل ما يقدر إجمالا مخليها يعني صعبة كلش، إنها الأحمر والأزرق ألوان أساسيات، فوالله ما أدري ليش. أهرامات مصر كانت لامعة وكأنها مصنوعة من الزجاج عندما تم بناها قبل 400 عام تقريبا، يعني أخويا مكان ما يجي لك وصف لشكلي يروح على أهرامات يباوع شكول هاي المعفنة يشوفها طافرة عليها دودة، لأن هي من صدق كانت أول ما بناها يابا كانت لامعة، بس تمحاكم ما صورتها قبالكم شوفوا كانها جامعة. اوكي شباب الى هنا قد تم مقطع اليوم، لا تنسوا لايك واشتركوا في القناه، اذا ما اشتركوا فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد من قناه كاسري. هاي كانت الجزء الاول، حبيت اشوفكم، اذا حبيتوها ادعمونا بالله على مود عرف حبيتوها، ما حبيتوها قلوا لنا يا باي شو السلسله مو حلوه، بس انا اعتقد راح تحبوها لان والله بيها معلومات تحشيشيه، فانا اعتقد والله راح اسمي اسم والله ما ادري، راح افكر باسم قبل ما اسوي المونتاج، إذا ماكو اسم وأسميه معلومات تحشيشية، بس إذا عندكم يعني أنتم اسم فلا تبخلون علينا كتبوا لنا بالتعليقات ونسوي يعني حاجات لذيذة أوي.